جاء في صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر عمرو صلى الفجر فصعد المنبر فخطب بهم حتى حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى صلاة الظهر ثم صعد المنبر فخطب بهم حتى حضرت صلاة العصر فنزل من المنبر فصلى صلاة العصر ثم صعد المنبر فخطب بهم حتى غربت الشمس. قال عمرو فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فأمر الساعة لم يبينها صلوات ربي وسلامه عليه لأنه لا يعلم متى وقتها، لأن وقتها من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم، قال حذيفة لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا بينه، علمه من علمه وجهله من جهله. قال وإن كنت لا أرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه.